نرجع نقول بقى ان احنا كده طبعا فقدنا تأهلنا لكأس العالم، وبالتالي فقدنا سنتين كمان قدام نشاط اعلام محلي. رياضي ونشاط محلي وحاجات كتيرة قوي كده. بص هو لان انا اعتقد لو كانوا يعني وصلنا لكأس العالم كان هيبقى في فرصة ذهبية بص للبرامج الرياضية للعودة تاني، لا، وكنت لو كنت كسبت النهارده، لمقدمي البرامج للعودة تاني. لو كنت كسبت مظبوط، النهارده حاجات كتيرة قوي كانت ممكن ترجع لو احنا كنا عندنا حتى يعني امل لسه انا في عايز اقول لك على نوايا. حاجه برضو. نوايا يا معتز، نوايا والله اقول لك حاجه، حاسس ان انت تقصد حاجه بكلمه نوايا دي. طبعا اقصد، وهقول لك بصراحه، قول. الاعلاميين الرياضيين لما قعدوا في البيت كل واحد فيهم كان بيفز التاني على مواقع، انا هطلع على القناه الفلانيه، انا بعد يومين حالا انا رايح فين، فالناس طبعا ايه تستنى، ما انت اصل مودرن دي، يعني انا واحد من الناس اللي اسست مودرن، اشتغلت فيها من قبل ما تفتح، فالناس كلها ايه كانت مرتبطه بمودرن سبورت طبعا، ده حاجه يعني، ففجاه مودرن دي بتجيب بلاك، الشاشه بلكت، وبعدين ده بلكت وفيها مين جوه؟ شوبير ومدحت شلبي، يا نهار اسود، وبعدين الناس دي هتروح فين؟ تمام. فكل واحد فيهم قاعد في بيته شويه، وهو في بيته طبعا لازم يحسس الناس ان هو لسه موجود، ما الناس ما في نعمه اسمها نعمه النسيان، فانا لا قبل الناس ما تلحق تنساني، هوب اشاعه تطلع مدحت شلبي مات في حادثه عربيه على الطريق التالي، والحادثه دي تطلع قبل يومين من اعلان مدحت شلبي ان هو هيروح ام بي سي مصر. كابتن شوبير راح فين يا كابتن؟ انا صدى البلد، طالع بكره صدى البلد. طب تمام، وتبص تلاقي شوبير يوم القرعه بتاعت التصفيات المرحله الفاصله هتقع مع مين، تلاقي شوبير في سي بي سي، الله، وشويه لا ده انا معروض عليا ام بي سي مصر، وشويه مش عارف ايه. انت احنا بنلعب في فلك اتنين، شوبير ومدحت شلبي، صح؟ بالظبط، عندك صح كده؟ من عندك. الاخر عشان ما نضحكش على نفسنا، احنا هما الاثنين دول في السوق يا عم خالد، مش كده؟ الباقي كله في الاشبال. يعني نقدر نقول ان النتيجه بتاعت النهارده دي طبعا هترجع الناس دي كلها تقعد في بيوتها طبعا تاني؟ طبعا. انت لو كنت كسبت، اصل هم هيعيشوا على الماتش ده كام حلقه؟ لحد اخر اكتوبر، صح؟ ماشي، كمان 15 يوم، وبعد ال 15 يوم بعد ماتش العوده كل سنه وانت يعني ما حدش مش هيوصلوا ماتش خلاص. انا عايز اقول لك على حاجه كمان مهمه يا معتز، انا شايف ان عوده الاعلام الرياضي بقوه في الاسبوع ال 10 ايام اللي فاتوا ده كان سبب في الهزيمه الثقيله بتاعت النهارده. بالظبط كده، لان المنتخب كان ماشي بشكل جيد جدا طوال ست ماتشات متتاليه في تصفيات، ست انتصارات، ما كانش فيه اعلام رياضي، ما كانش فيه تركيز عليهم، ما كانش فيه اهتمام اعلامي. يمكن اللاعب يبقى له اعلام رياضي عشان الكوره تنجح. لا يعني لا، نخلي الاعلام الرياضي بشكل جيد او يمشي المعايير ده، نحط له معايير. انما احنا رجعنا اخر اسبوع 10 ايام تركيز كبير جدا على ماتش مصر وغانا، الناس كلها بتتكلم، كل واحد بيتكلم في التشكيل، ده المفروض يلعب، ده المفروض ما يلعبش، ده بالتالي بيحط حمل يعني عصبي كبير جدا على اللعيبه وخلاهم يظهروا بشكل غير جيد النهارده. اقول لك حاجه، اتفضل. كابتن مدحت شلبي اول امبارح مسك سيف زاهر، يا عيني يا خالد، في اول في المنتخب يعني بيتكلم عليه تقطيع، ان ده يعني راجل غير مسؤول، وانه بيقول كلام اي كلام، وانت باي صفه تقول ان انت قعدت مع الاتحاد الغاني عشان تهدي الموضوع عشان خاطر ماتش العوده. يا اخي حتى لو الراجل عمل كده تعمل ايه؟ اقف في صفه، ما تطلعش تقطع في الراجل، فاضل يومين على الماتش، تمام؟ لكن احنا عارفين هو بيلعب على ان هو عايز يكسر مقاديف في سيف زاهر اللي هو لسه طالع جديد ولسه بيشق طريقه في رئاسه البعثه، عشان خاطر البعثه دي كان المفروض هيطلع واحد كبير، والواحد الكبير ده ما طلعش عشان سياسه الدور، فلا نخلص على سيف زاهر. طيب.